السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زياد. النهاردة نتكلم عن زاحف جميل جدا من أجمل الزواحف اللي أنا ربيتها. الزاحف معانا النهاردة هي الحرباء المصرية. تابعوا معانا الفيديو عشان تتعرفوا عن الحرباء المصرية عنكم. ضيفنا النهاردة في الحلقة ديت هيكون الحرباء المصرية. ديت الحرباية المصرية كائن زاحف جميل جدا، ناس كتير قوي بيتمنوا يربوه، بس في اشاعات كتير قوي طالعة ان هو بيبخ سم، بيبخ في الاكل، حاجات زي كده. احنا شعب اصلا عايشين على الاساطير والكلام ده كله. الحرباية خايفة من الموبايل طبعا اللي انا بصور بيه ده. شكل الحرباية المصرية. الحرباية المصرية من الكائنات من الحرابي عموما اللي بتتلون بالوان قليلة جدا، بتبدأ من بين درجات الأصفر لدرجات البني لحد الأسود، تلونش مثلا أحمر أو برتقاني أو أزرق كده. فيها الأخضر، من درجات الأخضر الفاتح كله، الأخضر الغامق، والدرجات الأسود ودرجات البني ودرجات الأصفر. دي شكل الحرباء. طبعا دلوقتي متلونة تقريبا جنب وجنب، شايفين تلاحظوا الجنب دوت اسود شوية والجنب دوت فاتح افتح منه تقريبا. كائن جميل جدا بيتغذى على الحشرات، الحشرات فقط. كائن تغذيته عموما على الحشرات، لا يتغذى على اي كائن اخر غير الحشرات. محدش يقولك بياكل كبدة، حط له كبدة في بقه، بق الحرباية يعني. محدش يقولك بياكل، محدش يقولك بياكل بيض مسلوق، حط له بيض مسلوق في بقه، لا الكلام ده كله غلط خالص. انا باكله كريكتس او صراصير الليل، باكله الصرصار الامريكي اللي هو بتاع البلعات دوت، باكلها الخنافس. لو تعرفوا الخنافس هوريكم شكلها دلوقتي، هوريكم شكلها ديت. انا معتمد عليها في الغذاء كله عموما. ده شكل الخنافس اللي انا باكله لها. هي قدامكم طبعا، كلنا عارفينها، احنا كلنا مصريين طبعا وعارفينها اكيد يعني. رجعنا تاني للحرباء المصرية. الحوض بتاعها طبعا بتعمله قفص سلك مثلا، او الناس بتحطها في قفص عصفير مش مشكلة، بس يستحسن يبقى قفص واسع، تحط فيه خشب كتير عشان تعرف تطلع عليه ويبقى زي غابة. انا حطيتها دلوقتي في بوكس وحطيت لها خشب عشان تطلع عليه، وحطيت لها اكل طبعا كتير عشان تاكل. بتاكل من 3 ل 4 خنافس في اليوم. دي شكل الحرباء المصرية. بس دي شكل الحرباء المصرية. سلمى عايزة تلعب معاها. تعمل ايه يا سلمى؟ تلعبي مع الحرباية؟ حسس عليها. سلمى لعبت مع الحرباية. طبعا دي هدية جميلة جدا لأي طفل، الدنيا شكلها جميل. مفاجأة كبيرة جدا. الحرباية زي ما قلنا كائن مفيهوش اي ضرر خالص، كائن تحفة، من احسن برضو الزحف اللي انا ربيته.